طبعا انا ابن من ابناء النادي الاهلي، النادي ما بيكون محتاجني في اي وقت انا بكون موجود، ما اقدرش اتكلم في اكتر من كده. ودلوقتي احنا عندنا ماتش مهم، نفكر في الماتش اللي بتاع بكره ونفكر في الماتش. يعني احنا طبعا بنشتغل على كل مباراه يعني لوحدها، احنا الفتره اللي فاتت دي بنشتغل على المباراه اللي احنا هنلعبها بكره ان شاء الله، اكيد طبعا عامل لها حساب وبنشتغل عليها، بنركز في المعسكر بقالنا 4 ايام موجودين. اكيد طبعا الفرقه عامل لها حساب كويس جدا، وان شاء الله ربنا يكرمنا بكره والفرقه كلها مركزه. وطبعا الاستقبال كان استقبال حافل جدا، الناس استقبلتنا احسن استقبال. احنا مش غراب على البلد المغرب، احنا بالنسبه لنا البلد المغرب احنا على طول والشعب واحد، وعلى طول بيبقوا معانا وبيستقبلونا احسن استقبال، وان شاء الله يكونوا مساندين لنا بكره والبطوله يعني ان شاء الله لاخر البطوله. اكيد طبعا احنا بنتكلم الفتره اللي فاتت دي كلها مع اللعيبه اللي احنا ناخد مركز احسن من المركز اللي احنا اخدناه، بقالنا 3 مرات بنيجي البطوله ورا بعض، دي حاجه تحسب لهم. وعايزين ان شاء الله ناخد مركز احسن من المركز اللي احنا اخدناه الثالث، عايزين ان شاء الله نوصل للنهائي، وده اللي في دماغنا ان شاء الله. بس نعدي ماتش بكره ان شاء الله على خير، وبعد كده نفكر في اللي بعديه، وبعد كده نفكر في اللي بعديه. واهم حاجه اللعيبه بنتكلم فيها هو التركيز، بس اهم حاجه التركيز في الملعب بس.